قال لي منير العتيبي، قال لي ابو يونس ما كل انا وياه، انا عندي مقدم مسدس مال الداخليه وهو عنده رشيش وقنبلتين اربع قنابل، اعطاني ثنتين قال لي بندهم البيت. قلت له ابو طلال في اكثر من 20 واحد انا وياك، قال لي تجي ولا تيبي بعد بدوي بعد، قال لي تجي ولا اروح بروحي. قلت له ما اخليك، قلت له بس شوف خل اول شيء نتاكد انه مو بالحوش، لانه كان شوي دخان وظلمه ما تشوف، كان الساعه 3 قال 3 قال ابو يونس انا بدش انا ذبح يا بستشهد. قلت انا وياك الحمد لله يوم دشينا كلهم انحاشوا، حسبون احنا قوه كبيره يا قوه تحالب، ظلوا اثنين فوق السطح ناشدناهم وسلموا نفسهم، ذاكر واحد اسمه قالوا اعطونا الامان انطونا الامان سلمنا نفسنا. قلت له تقول البيت محاصر واحنا اثنين قسما بالله انا ومنير العتيبي، ونزلوا واخذنا رشاشاتهم اعطونا اياهم، حتى الرشاش ظل عندي اول واحد في صباح السالم يوم قالوا سلموا قبل 3 شهور، قلت انا باكر بسلمه بالتلفزيون، قلت عندي كلاش ومشطين ورحت سلمته باخفر صباح السالم اول واحد يمكن سلم سلاح انا، ظل قلت هاي غنيمه انا ماخذها من عراقي مو من جندي مو لا تجيب الشارع. فصارت لنا حادثه انا والاخ احمد يوم صار التحرير الصبح، انا عندي كلاش راهي الحين تمام، وعندي شوزن مال محمد الله يذكره بالخير عقيد كان هم كان اسر، اعطيت حق احمد رحله خط سريع في من هول عود عند شارع ملك طريق ملك فهد اول صباح السالم مال مجاري الماي. فدشينا طلعنا من الصوب الثاني كانت ارتال قاعد تروح والعراقيين قعدنا نرمي فيهم، خصبقناهم اللي دعموا ما كل الناس شافوا الدبابات صاعده وهذا ما يدرون من اللي ياهلهم الرمي. ففي ناس ما تدري ايش يصير، فقعد نرمي انا واحمد الصبه هذه والفتحه احنا داشين منها على اساس نرجع. شافونا يشوفون مكان اطلاق النار يبين، كان يسوون علينا التفاف. واحد ضربنا بالار بي جي، حسيت انا يمكن يدري ابو يعقوب اذا تيك القذيفه ايش يصير. طاح الار بي جي صوبنا صار ما قمنا نشوف شيء، انا بدل ما ادش الفتحه بغيت اروح لهم، كان يتني احمد وين رايح؟ يونس قلت له سوى التفاف علي، قلت ادري خلنا نرجع تشيكو هالصوب. وانا طالع حاشتني طلقه الحمد لله شط فتح بريول لحد الان موجوده، والله ابو احمد لابس رنك صوت وحاط العلامه مالت المقاومه اني ما حسيت فيها. تخيل مشيت يمكن تقريبا كيلو من ملك فهد لبيتنا في صباح السالم، يوم جيت ولا دم وهذا الحمد لله تعالى. استاهل الكويت وانتم هنا.